السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم السادة المشاهدين، نحن متواجدون بحي زويتل بالمقاطعة دير النعم وبدعوة من السيد حمادو أحمد بن علي. الأخ حمادو، هذه باي، هذه دعوة من عندك، يعني واش حاب تورينا، واش حاب توجه الرسالة؟ أنا جاي نشوفوا، باش نهضروا على قضية الزيكو هذا. الزيكو هذا جاتنا واحد المؤسسة هذه نتاع الحكومة ورمات لنا الزوبيا ثلاثة أيام من أربع أيام، تخلي نلصق من الزوبيا لهيه ويجرموا لنا هنا، بقينا فما هذه العدالة الربانية هذه. ورا هذا السيد الوالي، ورا هذا سيد المير هذا نتاع قريب، وراه اللي فات قبله بالجلالي هذا تاع الراس المعروف، هذا منكر. شوف الاولاد اللي تفوت هنا وتجي، سمعت كل واحد يشد نيبه هنا، اللهم هذا منكر من 78، وحنا نكاتبوا وحنا نديروا نفهموا، ما عرفنا هذه الزويتل هذه جايه في المنيعه ولا جايه في الجزائر، وانا نبعث ونشوفوا ديك. حنا عدبانا نجيو نقطعوا هذا الزيك وهذا اللي مناط فيه الحشيش 400 متر في السماء، وراه كل واحد اللي يجي يرمي لنا زبلو هنا، دخلنا نلقوا حمار طيش هنا، نلقوا ربع كلوبا هنا، سمعت طيب اللي ماتوا كلب يلعبوا بالزيكو. هذا وشني له مليح؟ هذا راه الزيت، هذا راه لاسيت نتاع الزيكو، قال لك اللي قال له ودني وراه، قال له ودني هنا، يقلع من الزيكو هنا مؤسسة. يعني لا حد شيء. لا حنا بالعاني. مؤسسة وطنية هي اللي جات هنا طيشاتو ولاحتو هنا بالاعتبار، جيل 11 طي، يقلع من الزيكو. يا خويا روح هناك، انا اللي ما فهمش، امشي لهيه لا 25، امشي لا 10 كيلومتر، تجي في جبل داير هاك، كبوا من بعد زيت طراب يقدر تقلجي، تروحوا لك هنا، ها مش امشي. اللهم ضمنك، شوف الزيت تاع كروسة تاع حرب جبدوه من الزيكو وحطوه هنا، اللهم ضمنك، راهي دار تاعينا هنا، شحال من سنة فهمتك، هذا هو اللي مسقل، هذه المي تاع البلاد. هذه هي دارك. هذه الدار تاعينا، بعيدة تبعد واحد شحال 30 متر، هاي صعب الكل، اللي يجي فيها يشد راسه هكذا. دخلنا نلقوا ثلاث كلبه هنا طايحين، اليوم شوف الحشيش الله نايض، مش عارف انا اللي يعطوه بروجي ولا مشروع نتاع الهم ولا نتاع الدب 400 مليون يخسر 100 مليون يجي 300. يعني حتى خطر على صحة ال يا ولدي صحتنا انا شحال من نعاني من دوايات اني نكح، دخلنا شديت السبيطار الدماغ، قال لي واحد الطبيب قال لي تكيف الدخان في متليلي في تيميمون، قلت له ما تكيف، قال لي كيف، قال لي كاين حاجه، قال لي حداك زيكو باش عرفت، قال لي انا ما شفتهاش بصح نفهم بلي كاين حداك حاجه. هذا هو القيب، هذا انا ما فهمت حتى شيء. طيب نتمنى ان شاء الله من رئيس إيه. البلديه ولا السيد احمد الدحماني اللي جيتنا على استجابه الدعوه ان شاء الله، وماذا بيا مش يكون هذا السيد الدحماني اللي راه الوالي، هذه البلاصه تبعد من مقر البلدي 2 كيلومتر ان شاء الله، والسانتيفي 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 هنا عند 800 متر. انا باقي نفهم هذا الناس، انا مش شو ولدي المعاني، بارك الله فيك، انا مش باقي نسكنوا، نشكرك على هذيك، بارك الله فيك، انا مش باقي نخون شو انا، اللهم هذا المنكرسي، انا والله ما فهمنا حتى شيء. بارك الله فيك الاخ احمد ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله من رئيس البلديه السيد غريب محمد او السيد الوالي من تدب احمد الدحمان يعني ياخذ هذا المشكل بعين الاعتبار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على الدعوه ان شاء الله.